اعتبار أن لما تم ضبط يعني قائمات الناخبين ضبطت على أساس المسجلين إراديا، بقي هناك يعني ربما 45% من الناخبين المحتملين اللي هم يعني عندهم بطاقات تعريف وأكثر من 18 سنة ومن حقهم الاقتراع، لكن لم يضبطوا صلب يعني القوائم الانتخابية التي سجلت إراديا، وتم يعني تعيين مكاتب الاقتراع لكل ناخب تقدم إراديا. في هذه الحالة قررنا أن تكون هناك مكاتب خاصة يعني في أعداديات بالنسبة لهؤلاء الذين لم يختاروا أو لم يتوجهوا لاختيار مكتب اقتراع. واضح. هذا لمنع أي ناخب من التصويت مرتين، لا بد من اللجوء للهبر، لأنه لا يمكن يعني متابعة العملية لو تركناها بدون هبر. يمكن لأي شخص أن يذهب لأي أعدادية ويصوت مرة أو اثنين أو ثلاث، وبالتالي كان لزاما استعمال الحبر حتى لا يتمكن أي ناخب من التصويت أكثر من مرة. نور الدين، يعني هذه الوسائل هذه أكيد عندها ضمانة يعني بالنسبة، ولكن التوانسة يظهر لي ما همش متعودين بالوسائل هذه. هم التوانسة متخوفين وهذا مفهوم، لأنه أول تجربة، لأنه يحسوا كأنه مستقبلهم الكل مربوط في يوم 23 عفوا، لكن في الحقيقة أنه يغطس صبعه في الأحبار يعني مش سيبالا مرابوار، يعني مش قضية كبيرة. لا مش قضية، مش قضية كبيرة. تو يشوفوها ويشوفوا أنه بالعكس ضمانة لهم، ويحسوا أنه التمشي كامل حتى في عملية الاقتراع تمشي يضمن له أنه صوته كيما باش يخرج وكيما باش يلقاه. وهذا هو ممكن في الانتخابات الجاية ممكن تولي تتنحى الحبر، لأنه حتى التونسي بيدو التونسي كان مستحق أنه يشوف سيرورة كاملة فيها برشا قفلات، فيها برشا تسكير على وبرشا ضمانات على إمكانية التزوير، وفما حتى شكون ولا يشكك معناها أيام قليلة قبل الواحد، وهذا اللي هو موش معقول. معناها هذاك علاش تعملوا له برشا حاجات اللي تخلي المواطن التونسي وقت اللي يمارس العملية الانتخابية يفهم ويخرج مقتنع ويقول للناس اللي وراه وجاي تصور انه البروسيسوس يعني السيروره مضمونه بنسبه 99%. باهي استاذه كوثر، يعني هذه ضمانات اكيد يعني عند وقع على الشفافيه وعلى بعد على نتائج الانتخابات. هو وقع كبير، لانه وعلى ذكر التوانسه خاطر تونا عملت مثلا حتى هوني في الاذاعه والتلفزة عملت عمليه بيضاء شويه معناتها في حصه صباح الخير، ودونك عملناها كلها مثلا وحكيت الحبر، دونك خرجت المواطنين واقفين قال يا اخي احنا شبينا قطيع يحطوا لنا، قلت لهم هو كان جات مثال معناها احنا ماناش قطيع وماناش راعيه، اما باش تكون مواطن زاد يلزمك تكون عندك حد ادنى من الثقه في هيئه كيف هذه اللي اثبتت نزاهتها. وكل معناها انت الحبر الانتخابي في اسبانيا اظن وتعمل في الهند، هو فما عنده هو يعني انا ديما شو نقول نحن كيف نفهموا الناس علاش كل حاجه علاش تعملت، الاخذ بالاسباب راهو يفهموا، تقول لهم راهو هذاك كيما فسر الاستاذ معناتها راهو باش نحصروا فما مليون ضايعين ما تعرفش عليهم، دونك فما الحبر نعمل حبر ويقعد 24 ساعه مش حاجه كبيره. معناها فما من بعد يعني كل المسار بالعكس، يعني وانك تراه الصندوق وانك يتحل من بعد حتى الصندوق والخلوه، انا سمعت حتى في انتوكس معناتها ستيلويت هز معكم ستيلويت كنا ستيلويت اللي في الخلوه باش تلقاهم مزورين، حتى راهو ما تاخذوا الورقه مطبوعه من التالي باربع اختام باش تثبت لي ما تنجمش تجيب معك، يعني اظن احتمال التزوير انا قلت كان مش تتزور ما تزم حاجه خرافيه حاجه